I just wanted to show what you do, that's why. Oh, okay. تحياتي لكم متابعينا ومشاهدينا من قناة شو الأخبار، معكم حسين هاشم ونحن ببث مباشر من مدارس ديربون لتعليم الكبار ديربون أدولت إدوكيشن. كنا طالعين لايف من كم يوم وكتير إجا أسئلة عن موضوع برامج لتعليم الكبار، كانوا تعليم اللغة الإنجليزية، الجنسية، كل هيدي الشغلات. كتير منكم كانوا عم يسألونا عن هذا الموضوع لما كنا عاملين حلقة وعم نحكي عن تعليم برامج مجانية للأشخاص من 5 سنين لل 21 سنة. كتير منكم كانوا عم يسألوا طب نحن اللي فوق ال 21 سنة، نحن اللي حابين نتعلم، اللي بدنا مساعدة باللغة، اللي بدنا نعمل جنسية، كيف فينا نحصل على هيدي المساعدة؟ فمثل ما عودين نحن وياكم هيدا البرنامج اللي دايما نحن منضوي عليه، لأنه برنامج مهم، برنامج كتير منكم استفادوا منه اوريدي، كتير منكم رح يستفيدوا منه، فحبينا نلقي الضوء على هذا البرنامج المهم جدا اللي هو شبه مجاني، وهلا اكيد بنشرح في التفاصيل كلها كيف فيكم تتسجلوا هذا البرنامج، شو هن البرامج اللي بيعطوكم اياها، شو هن المستندات المطلوبه منكم، وين فيكم تتسجلوا، هل يا ترى التعليم عن بعد عن قرب، كل هيدي التفاصيل. نحن لايف مباشره من المركز، حبينا نجي على المركز لحتى نفرجيكم على المركز هيك تكونوا فاميليير معه. التسجيل اوريدي ماشي هلا حاليا، اكيد كمان بنعطيكم الارقام بعد شوي وكل هيدي المعلومات. رح يكون معي ندى. مها، مين ندى؟ ندى كيف؟ مين ندى؟ خلص علقت. مها كيفك؟ هاي حسين، شو اخبارك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ الحمد لله. يلا عارفين عن حالك وانت منك غريبه عليهم اصلا، يعني انت بتطلعي معنا اكثر من مره على الراديو على الويب تي في، وكمان جينا طلعنا من هون هذيك السنه. مزبوط. سو انا مساعده مدير البرنامج للديربون ادلت كوميونتي اد لتعليم الكبار. نحن بمايكل بيري، وزي ما شايفين حضراتكم التسجيل عندنا هلا مباشر. بس يعني اللي بيجي تلميذ لحتى يوصل لحسين لازم يكون عنده appointment. بس عشان لازم يكون عنده موعد يكون متصل قبل بوقت. طبعا الرقم هو 313-827-1900 لحتى يعمل موعد. تمام. وسبب هو لحتى نتأكد انه عدد الاشخاص الموجودين في المبنى، لحتى نتأكد انه طبعا اكيد حاطين ماسك، حاطين سان على الباب. واول ما بيجي الطالب يفوت لهون اللي بيكون عنده موعد يوقف هون على الستيشن مع فاطمة. نعم. وهاي فاطمة، وطبعا هي بتتأكد انه عنده موعد او عنده موعد. نعم. وفي ماسك اكيد، بتعمل هاث كويك هاث سكرينينج، وبتاخذ الاي دي تتاكد انه الاي دي معهم، مثلا الشيء اللي مطلوبه منه الموجوده معهم هي الاي دي، يجيبوا مع الدرايفر لايسنس، اذا عندهم سوشيال سيكيورتي كارد يجيبوا الاي دي، فين يجيبوا معهم. نعم. بتعطيهم الورقه طبعا هون اول شيء فاطمة، متاكد زي ما قلنا عنده موعد. وبعدين من هون بي اي ثينك وي هاف تو ووك ذس واي. نعم. يا يعني هلا مثلا هن معهم الفايل، بيروحوا لعند دلال ستيشن 2. دلال هي يعني فيك تقولي سي اف او، هي هون بتاخذ المسؤوليه عن المصاري. سو هي $20، هي $20. بس $20. ال20 بس لاي شيء بيسجلوا هو. طيب. يعني وان في يعني مس بدفعوا مره واحده، هو رسوم مره واحده $20، وبتشوف هي شو بدهم يسجلوا. ممكن يكون عم يسجلوا اي اس ام، او مسجلين مثلا للجنسيه، او عم بيعملوا جي اي دي، وبتعطيهم فاتوره انه هن دفعوا. ومن هون من بعد هالستيشن من عند دلال، طبعا احنا في عندنا كذا ستيشن، بس انا بدي احب اعرف على الصبايا اللي بيشتغلوا بالاوفيس اللي هن ريلي يعني الجزء الاكبر من برنامج تعليم الكبار، هن الصبايا المسؤولين عن التسجيل اللي عن جد هن يعني طبعا عبء التسجيل بيكون عليهم. فرح نفوت على الاوفيس هون حسين اذا بتسمح. اكيد هلا رح نحكي عن البرامج كمان، بس نحن بدنا نفرجيهم شوي كيف بيصير الموضوع. كيف بيصير؟ يس. سو ناك ناك. هلو. بتول وسمر، اكيد سمر يعني اي شيء تستنج اللي بنعمله بليسمنت. الهام، هاي الهام. وصفاء، هاي ويا، شو اخباركم؟ سو هذا الاوفيس تبع التسجيل حسين. حلو. هذا الاوفيس اللي هو عن جد يعني فيك تقول النيوكليوس. شو يعني بالعربي نيوكليوس؟ هو نيوكليوس تبع البروجرام، خليه البروجرام. yes. الأساس. يعني هون اللي بيصير حسين بهذا الأوفيس هو اللي هن اللي بيعمل مواعيد، اللي بياخد التليفونات، بس يخلص التلميذ حسين ويسجل هون ويدفع المصاري. يدفع اللي هي شو؟ $20 اللي هي ولا شيء بهيت. يعني بالضبط هي $20. هلا الغرف الموجودة، عشان هيك أنا قلت شبه مجانية لأنه تقريبا شبه مجانية. أكيد.
هلا لهون بصير عنا الصفوف اللي بيجي بيعملوا فيها تاستينج. التاستينج هو حسين يعني الامتحان اللي بيفرجي باي ليفل رح يكون التلميذ. طيب. اذا كان بده يكون رح نفرجي غرفه واحده بس لحتى تعطي الفكره. سحكي بصوت واطي. في هون هاي دلال وجست هلا ما في تلاميذ هون رح يجوا هلا ليعملوا التاست. دلال بس يجي التلميذ لعندها تعطيه الكروم بوك لحتى يعمل عليه تاست. نعم. وبتكون هي عارفه الليفل تبع التاست اللي هو لازم يعمله اذا عم بيعمل اي اس ار بده يعمل جي اي دي. لما بيعملوا امتحان التقييم تبع الاي اس ال يعني فيك تقول ساعه بس الجي اي دي هو تقريبا ساعتين ونص هو شوي اطول لانه فيه حساب وفيه انجلش. طيب بس عشان هيك اللي عم بيحضرونا اللي منن عارفين البروجرام انا وياك شوي بدنا نحكي فيك تضلك هيك وين بدك توقف وين بدك توقف حتى يو نو بس ان كيس اجى تلميذ بتشوفه لعندها. طيب انا حطها ذس واي. اوكي طيب فيك تحطينا على البرامج وانا حطيت الفلاير تبع البرامج شو هن البرامج المتوفره هلا حاليا بديربون بابليك سكول ادلت اديوكيشن مدارس ديربون لتعليم الكبار. سو طبعا الاكبر بروجرام عندنا هو تعليم الانجليزي اللغه الانجليزيه للكبار اللي هي سالي اللي هو طبعا يعني هو فيك تقول اكثر بروجرام اكثر من 60% من الطلاب اللي عندنا هن اللي بيتعلموا انجليزي. اوكي بعدين عندنا كمان الجي اي دي اللي بيحب يحصل على الثانوي. بس خليني اخذ وحده وحده التعليم الكبار الانجليش الانجليزي هيدا لكل المستويات يعني اللي ما بيعرف شيء واللي بيعرف شوي ولا شو. اوكي ذات سؤال رائع. طبعا هو من اول ليفل يعني اللي فيك تقول طالب جاي من اي بلد وما بيحكي ولا كلمه انجليزي اللي هو ليفل 1 في عندنا طبعا صفوف له. نعم. سو بنبلش من ليفل 1 لليفل من ليفل 1 يعني لليفل 6. تمام. سو ليفل 1 لليفل 6 للانجليزي وطبعا كل ما الطالب يطلع معنا ليفل بيطلع للصف اللي بعده واللي بعده واللي بعده. هذا للانجليزي بالنسبه لموضوع الاي اس ال. بس يس اذا في شخص جاي ما بيحكي ابدا انجليزي وحتى لما بيعرف يقرا ويكتب بلغه الام ممكن يتعلم انجليزي. في عندنا صفوف لهم هم بيجينينج ليتريسي عندنا هالصفوف لهم. تمام. البروجرام الثاني اللي هو كمان بيج بروجرام عندنا اياه هو الجي اي دي للي مثلا ما خلص هاي سكول لنقول مثلا جاي من بلد وما عنده الهاي سكول او كان عايش هون وبده يرجع يكمل يعمل الجي اي دي. كمان نفس الشيء حسين عندنا ليفلز الجي اي دي التلاميذ الطلاب اللي مثلا كانوا بالماث مثلا كويسين بالانجليزي كويسين ممكن يكون ليفل اعلى في اللي بدي يبلش من اول. سو في ليفلز حتى بالجي اي دي في عندنا ليفلز وفي عندنا طبعا الجنسيه السيتيزنشيب. اي كثير مهم هيدا البرنامج صراحه لكثير اشخاص اللي عم بيحاولوا ياخذوا الجنسيه الامريكيه. في كثير منكم اوقات يمكن بيقولوا انا ما راح اقدر اعملها ما بعرف احكي انجليزي there is no way. سو بيحاولوا اوقات يلجأوا لطرق مش مزبوطه يعني فاهمين كيف. هذا البرنامج متوفر. انا شخصيا بعرف كثير اشخاص اخذوا هذا البرنامج وتقريبا اللي عم بياخذوا هذا البرنامج نسبه النجاح لما يروحوا يعملوا جنسيه تقريبا 100%. مزبوط ولا لا عم بحكي انا يا مها؟ طيب 100% اكشلي هذا عن جد بروجرام كثير قوي عندنا اياه بالضبط تقريبا اولموست 100% نسبه النجاح. بتعرف حسين اي ثينك لانه هو الامتحان نفسه العالم بتخاف منه لانه فيه اسئله كثير. هو مو صعب لكن فيه اسئله كثير فاللي بيصير هون لما الاستاذ بيروح مثلا مع التلاميذ بضل يعيد يعيد ويحكي لهم شو اللي ورا السؤال يعني اذا بشرح لهم السؤال ليش مثلا عم بنسال هالسؤال شو هو الجواب الفكره بتلزق براسهم فعشان هيك بينجح. هو الاسئله كثير سهله ال100 سؤال هم على فكره كثير سهلين لكن لما بتكون انت قاعد بالصف وفي حوار بالصف بين الاستاذ والطلاب زي بتتذكر الاجوبه اكثر في فرق الواحد يكون قاعد بالبيت لحاله عم يحفظهم لوحده. فعنا باي ذا واي سيتيزنشيب عنا صفوف بنهار اكيد رح نحكي عن الاوقات بعد شو بس بالنسبه لموضوع السيتيزنشيب عنا يا بنهار وعنا يا صار بالليل اونلاين اونلي. كان زمان ما كان عنا اونلاين بالليل بس هلا صار عنا اونلاين اونلي بالليل. حلو. سو اذا اللي حدا بده يتعلم بده يفوت يعمل سيتيزنشيب كلاس بليز يسجل هلا رايت اوي لمصف الليل تقريبا انتلا تقريبا انتلا. yeah. تتذكري صف الليل يا كنا عم نعمل له ادفرتايزمنت اول مره طلع له yeah. الفكره بالله نحن لايف مزبوط اذا بيجي انف ستودنت yes. نفتح صف مزبوط وجاء انف وزياده اي ثينك بعد يومين حسين ما عملنا الريزلت لاشو كان عندنا 15 تلميذ بس بعدها يعني اربع ايام صار عندنا 34 تلميذ سبحان الله سبحان يعني كثير واز وكثير كان الاستاذ اللي بيعلم هذا الصف يعني رائع فالطلاب بيرجعوا معه بتعرف بيقولوا لبعض مثلا انا كنت سو
سو كتير مهم هيدي النقطة. صف الجنسية حيلا واحد حابب ياخد الجنسية الأمريكية ويقدم عليها، صف الجنسية صف كتير مهم صراحة. حتى لو بتعرفوش تحكوا إنجليزي ببلشوا معكم باللغة الإنجليزية، ولما بيلاقوا مستواكم تحسن باللغة الإنجليزية ساعتها بينقلوكم على صف الجنسية. ومهم كتير صراحة، مثل ما قلت أنا نسبة النجاح للأشخاص اللي عم بياخدوه لهيدا الصف تقريبا بحدود 100%. و مثل ما قالت مها فتحوا صف أونلاين من بداية من هداك السمستر لما كانوا فاتحين، وهذا الصف هلأ موجود الصبح وموجود عشية بالليل، وعشية بالليل بيكون الصف أونلاين، فكمان ما فيهم يجوا. هيدي نقطة كتير مهمة. مها عم يسألوك على الصفحة هلأ حاليا، هل يطلع التعليم رح يكون بالبناية ولا رح يكون أونلاين؟ اوكي، طبعا هذا السؤال كثير عم بيجي، اكثر سؤال بنسال. صبح النهار صف الصباحيه اللي هي فيك تقول من 8 ونص لساعه 3 بنسميهم صفوف الصباحيه حسين، هدول راح يكونوا ان بيرسون بقلب المدرسه من 8 ونص ل 3 بس حسب هن اي بلوك بدهم ياخذوا. سو الصفوف عندنا حسين هي البلوكات بتيجي 3 بلوكات باليوم، من 8 ونص ل 10 ونص، من 10 ونص ل 12 ونص، ومن الساعه 1 للساعه 3 كل يوم. طبعا حسب الليفل بنحطه بوان من هدول البلوكات، لكن ان جنرال حسين من 8 ونص ل 3 هي بنعتبروا صفوف صباحية. تمام. اي صفوف مسائية تبعت 6 من الساعة 6 للساعة 9 الثلاثة والخميس راح تكون كلها اونلاين. تمام. لكن في عنا صفوف حسين لحتى نقدر في تلاميذ، فهمت، في عندك طلاب اللي عايشين حد فورتسن مثلا او ميلر او ايريس باكر، هدول الصفوف راح يضلون ان بيرسون لان هدول صفوف يعني فيك تقول الظهر الساعة 4، من الساعة 4 للساعة 7 يعني خد او give or take نص ساعة 4:30 لل 7:30 هدول راح يكونوا ان بيرسون. إذا في شخص بيشتغل وبده يدرس إنجليزي بس ما قادر يجي بالنهار، بده يروح بالليل بس بده يكون يعني face to face، فيه يسجل بلك زي ما قلنا بباكر أو بفورتسن. ميلر بيكون هو طبعا نساء only. إذا حدا عايش حد ميلر سكول ممكن يسجل صفوف in person، رح يكون الوقت كمان هو الظهر. لكن كل صفوف الليلية 3 والخميس من 6 إلى 9 it's all online، كلها على الأونلاين لحتى يعني لسببين. سبب لحتى نساعد الطلاب اللي ما قادرين اللي بيشتغلوا يكون اسهل عليهم. سبب تاني حسين احنا بالنهايه يعني احنا يعني جزء من مبنى فيه طلاب يجوا بالنهار، سو هيك من بيكون اسهل لما يجوا الطلاب اخفف طبعا اكيد. عشان هيدي نقطه مهمه بايده، بس انتم هلا صار عندكم اللي بده يتعلم ان بيرسون بده يجي على البنايه فيه، صح، واللي حابب يتعلم اونلاين كمان فيه. بالضبط، يعني صلاينا بعدها ان بيرسون بنهار، بعد عندنا صفوف صلاينا موجوده، بعد عندنا صفوف الكنيسه ليتل فيلد بعدها ان بيرسون، هدول لسه ما حد ما تغير فيهم شيء. سو هدول الصفوف رح يضلون ان بيرسون ما تغير اي شيء. هذه نقطه كثير مهمه باي ذا واي، هذه كثير مهمه هذه النقطه. صار عندكم خيارات اكثر، اللي في يجي يجي، اللي ما في يجي بده يتعلم اونلاين. يمكن حدا عنده اولاد، حدا عنده مسؤوليات، يمكن ما بيسوقوا، ترانسبورتيشن بروبلم، صار عندكم خيارات. بدكم تجوا لهون فيكم تجوا على المباني اللي هن بيعلموا فيها، ان كانوا مايكل بيري ولا ليتل فيلد ولا سالينا ولا ميلر ولا بيكر ولا فورتسن، اي مدرسه هن بيعلموا او اونلاين. فاهمين كيف؟ واللي عم يسال عن رقم التليفون كتير سهل الموضوع، صارت هيدي قدامكم هلا حاليا. انا بعرف رقم التليفون هو 313-827-1900 موجودين كمان هن على الفيسبوك ديربون ادلت Community Education. إيه موجودين على فيسبوك كمان. Instagram Dearborn Adult. تمام. هيدا رقم التليفون من أي ساعة لساعة فين ندقوا على رقم التليفون؟ يعني من 8 ونص لساعة 3. من 8 ونص لـ3 فين ندقوا على رقم التليفون؟ تمام. سو رح خلي لكم إياها شوي لهيدي قصة رقم التليفون وهيك، فيكم دقوا معلومات. كما ذكرت لكم ومها كمان قالت لكم إنه الفي أو الدفع بالسمستر كله بالسمستر كله إن شاء الله بتاخذوا صف أو صفين. $20 للسمستر كله بيسكلي انكلودينج ايفريثينج كل شيء البوكس اي شيء ايه فمهم كثير. طيب خلينا نكمل نحن وياك الجوله يا مها، شو رايك؟ يلا اوكي نتكلم. يلا روحي لهنا. يلا سو احنا خلصنا من عند دلال. زي ما قلنا دلال هي المسؤوله عن البنك، فيك تقول البنك المصرفي. يو يعني اكيد اتس نايس حسين لانه الصبايا اللي بيساعدونا بالتسجيل اللي صار معنا سنين وسنين. حلو. ف يعني اتس ريلي نايس لما كنت تجيلي بتشوفهم بهاي الأوضة. طبعا احنا وسكبت هالأوضة بس بنفوت اذا بس ثانية في اللي بيعملوا هون اللي هو التقييم الشفهي. لانه قبل ما يبعتوهن اي تست يعملوا بدهم يشوفوا تقريبا قديش بيحكوا انجليزي. سو هون بس التقييم الشفهي، بس بيسألوهن اسئلة، في عندهم كم سؤال هو محدد، بيشوفوا وين بالانجليزي ممكن يكونوا وبيبعتونا على غرفة اللي شفناها قبل شوية دلال اللي هي بتعطيهم الكمبيوتر يعملوا الامتحان على الكمبيوتر. تمام.
اوكي فينا نمشي اذا بدك حسين بس بدنا نفرجيك الكمبيوتر تريننج سو وي كان ووك اتس ا شوي ووك طويل حسين بس يلا معلش ممكن نحكي كمان حسين على البروجرام عندنا ايام تفضل اللي ما بعتقد حكينا فيه كثير هو برنامج اسمه اي ال تي هو ريلي زي فيك تقول واحد بده يكمل ثانويه بس افترض حدا جاء مثلا من بلد بدنا نقول مثلا من اليمن افتراضا هون شو عم يعملوا هون نفس الشيء عم يعملوا امتحان على تقييم الكمبيوتر هون الكلاسز اللي زي ما قلت لك امتحان التقييم على الكمبيوتر وبس يخلصوا بيعطينا انه اي ليفل رح يكونوا بالبلية اسال تبعهم اكيد ما في واحد انه يسقط او يرسب او ينجح هون بس لحتى يعرفوا المستوى تبع الشخص بالضبط المستوى بالضبط ما حدا يستحي بالموضوع ما هو الواحد جاي ليتعلم فبيطلع واحد مستواه واحد او اثنين او ثلاثه لازم مره صحيح حتى بصف هو مش قادر يكون يعني مش حينجح اكزاكتلي انه بالضبط. عشان ينحط بالصف المزبوط لتقدر تتطور كانه شاب او بنت يعني في اي عمر صراحه ما قديش الاعمار اللي عم تلاقون عم يجوا لعندكم لهون يعني نحن فينا نقول اكيد فوق ال 18 تمام بس عم يكون اكثر شوي حسين يعني عم وفي عندنا طبعا زي انفلكس زياده ناس جديده كثير هالسنه طيب. عم بيسجلوا معنا شو الاعمار اللي عم في اعمار كبيره عم تجي يعني في بال 40 بال 50 يا اكيد اكثر اعمارها يعني اه والله ال 40 ال 50 ال 60 يعني زي يعني اذا بتقعد حسين يعني هون هل تبع بس يخلص اخر ستيشن هي هون تمام فرح تشوف انت هالاعمار اذا نقعد انا وياك هون مثلا 5 دقائق رح تشوف اعمار ستات رجال صغار كبار من كل البلاد الهدف الحلو انه من كل البلاد اللي بيجي لهون سو لما بيجي هاي غرفة كتير مهمة هون بالكافيتيريا حسين لما بيخلص آخر شيء الامتحان الطالب بيخلص الامتحان وبينعرف أي ليفل راح يكون سو خلص كل شيء ونعطى أي صف راح يكون بيجي على هاي الأوضة هون بيوقف بسجل طبعا بينعطى باج بينعطى رح إذا رح أقرب شوي حسين بس رح أفرجيك something لأنه it's very هاي سينا عم نعملها لحتى نحمي شخصية الهاي سو بينعطى منال يا سو عم تعمل منال بتاخد اسماء الطلاب وبتيجي بتعملهم الاي دي لحتى لما يجوا على المدرسة عليهم طبعا رح غطي الاسم بس دقيقة انه ديبون سكولز طبعا شو على الكاميرا يا ما شو رح غطي الاسم حسين بس اكيد اكيد طبعا يو نو اللوجو اسم المدرسة ادلت ادوكيشن رقم التليفون في رقم هون كتير مهم هو التكنيكال سبورت هو اذا صار عنده مثلا الطالب اي مشكله بسام بالكمبيوتر او ما عرف يشتغل عليه او الايميل ما اشتغل حطينا له الرقم هون لحتى يتلفن هلا اذا رح يجي على المبنى عندنا لازم يلبس الباج هاي الباج لازم يلبسها وهدول الباجز حسين بينعطوا للطالب لما تيجي فهد عمرك 29 سنة عم نقول لك اللي عمره 40 و50 و60 عم يجوا يسجلوا ففيك تسجل اكيد خلينا واحد بده مساعدة هيدي البرامج اللي انتم فيكم تستفيدوا منها كانه برامج تعلم اللغة الإنجليزية الست جنسيات الجنسية جي اي دي للأشخاص اللي ما كملوا ما قدروا يكملوا الهاي سكول كثير مهمة جي اي دي هاي سكول كومبليشن ليتس سي انتم كنتم مبلشين هاي سكول بالبلاد بدكم تكملوا كم كريدت فيكم تكملون هون حتى كمبيوتر سكيلز كيف تستعمل الكمبيوتر كيف تعملوا ايميل كيف تعملوا هيك شغلات حطوا لي المتحدث الرسمي فيني انا كنت متحدث الرسمي اكيد والله العظيم اكيد يعني انا يعني فيني اروح احسن فيك تكمل الكاميرا ابو اسيل كاميرا الرسوم كما ذكرت مها بس 20 دولار على السمستر كله يعني مزبوط مها مزبوط كوركت شو المستندات المطلوبه الاي دي اذا عنده اي اي دي اذا كان عنده درايفرز لايسنس بيكون كتير منيح اذا ما عنده درايفرز لايسنس في يجيب معه باسبور من بلده في يجيب معه اذا عنده سيكيورتي كارد في يجيب معه اي شيء بيثبت شخصيته يعني عنده شيء يكون فيه عليه صوره واذا شي مره اجى فيش معه شيء ونسي ممكن يرجع مره ثانيه اكيد ما رح نقول له لا روح يعني ما فيك ترجع لكن اول مره هي اسهل لحتى يخلص كل هال يعني هالستبس يعني مثلا هاي الصبيه خلصت هلا حتاخذ الاي دي بتخلص منهم بتروح لعند نوال لو كان يكون قاعدين اللي بنعمله معهم حسين هذا شيء بلشنا السنه الماضيه لما بلش كوفيد انه كل طالب لما عم بيجي عم نتاكد انه الايميل تبعه بيشتغل او انه عنده ايميل ادرس بنعلمه كيف يفوت على الايميل من تليفونه من الكمبيوتر وبنعطيه اكشلي رح يجيب لك شيت بس فينا نروح لحد كده نحن وير موبل اوكي جود سو هاي الشيت حسين عملناها طبعا في حاطين عملنا لها الى زي كيو ار كود اذا على التليفون تبعه ممكن يعملوا عليها سكان نعم وهدول الفيديوز بتعطين هدول الفيديوز نحن عاملينه اكشن عاملينهم بالعربي سو اللي بيجي لهون ومثلا نسي كيف يفوت على الايميل
ممكن يطلع على الفيديوز وبرجع بنقول له من يعني ستيب باي ستيب كيف ممكن يفوت على الايميل, كيف فيه يحط زوم, كيف فيه يفوت على برلينغتون انجلش اللي هو بروجرام بعلم الانجليزي. سو بنعطيهم هالورقه بس يروحوا ان كيس نسيو لما نتعلموا مثلا نوال لان هي بتفرجيهم شو يعملوا ان كيس نسيو لما يروح على البيت بنعطيهم هالورقه كمان حسين. سو يعني عم نتاكد انه الطالب لما يطلع من هون جاهز. هلا في سؤال كتير مهم اللي عم بيجينا كتير انه عم تعطونا كمبيوترز للي مثلا اللي ما عم بي رح يشتغل اونلاين بالبيت بالليل. هلا رح ننطر حسين لحتى يكون اول يوم او ثاني يوم الطلاب يحضروا. اللي صار السنه الماضيه اي طالب اشتغل اونلاين عطيناه يوم التسجيل الكمبيوتر, لكن للاسف في طلاب ما حضروا وصرنا نطالب بالكمبيوترز ان يرجعون, وصار عندنا يعني عدد كبير من الكمبيوترز اللي ما رجعون الطلاب. فنحن يعني زي صرنا قلنا سين لما يحضر الطالب على اللي اول كم ساعه نتاكد انه في حضور اثبات, يعني ساعتها بنعطيهم اللي نعرف قديش طلاب حضروا لحتى نعطيهم الكمبيوترز. لكن بالاكيد اللي حيشتغل بالليل او اللي عنده اونلاين لازم يكون عنده طريقه يشتغل فيها. تمام. في حدا عم يسال انه عن الصفوف الجنسيه مساء؟ نعم هناك في صف جنسيه مساء بس عجلوا سجلوا لانه هي اكثر صف بينطلب. انا مأكد هذا رح يطير دغري. ف اللي بده يتسجل لصف الجنسيه بالليل اونلاين دغري سجلوا لانه صف جديد حسين اليوم لانه على الهواء ما دام انا وياك رح نعمل عليه ديبيو اول مره. يلا. صف جديد رح نعمله اول مره اللي هو تنين أربعة. هلا احنا عن الصفوف المسائية من الثلاثة والخميس من ستة للتسعة. هاي أول سنة رح نعمل صفوف التنين والأربعة من الستة للتسعة كمان أونلاين. لمين؟ للطلاب اللي عم بتعلموا GED بالليل بس بعد بدون إنجليزي. أوكي. فما بيقدروا يجوا مثلا تيوزي ثيرزي لأنه أوريدي عم بياخدوا GED. عطيناهم يوم التنين والأربعة إنه يتعلموا إنجليزي. سو فيهم الثلاثة والخميس يعملوا GED, التنين والأربعة يعملوا ESL. لكن بس في ESL Monday Wednesday و تنين وأربعة من الستة للتسعة كمان Online Only للESL. طيب والبرنامج لكل اللي عايشين بولاية ميشيغان إذا أنا فهمت صح؟ Yes Only ميشيغان. إذا برات ميشيغان للأسف ما بيقدر. للأسف شديد لا. يعني يا ريت. إن شاء الله بنحاول نشوف إذا في برنامج. هو ليكو يعني تقريبا بكل ولاية على ما أعتقد في شيء اسمه Adult Education. سو بأي ولاية انتم موجودين فيها يمكن هيدا يمكن هيدا البرنامج اللي انا عم بحكي عنه هلا يمكن انتم اذا موجودين برات ميشيغان ما فيكم تستفيدوا منه, بس كمان لازم يفتح لكم يعني لازم يعطيكم يسلط الضوء على برامج مثل هيدي البرامج اللي هي موجوده بكل امريكا. بس تطلعوا يعني اكتبوا يعني اكتبوا انتم فور اكزامبل ESL adult ESL adult education فهمي موجود بامريكا كلها يعني, بس نحن عم نضوي على هالبرامج لانه هي برامج ناشونال. فحتى لو هيدا البرنامج المحدد اللي انا عم بحكي عنه هلا هذا موجود لاهل ميشيغان بس في مثله باوهايو بشيكاغو بكاليفورنيا بمناطق كلها. بس تطلعوا على الانترنت اعملوا سيرش على جوجل ليتس سي شيكاغو اي اس ال شيكاغو ادلت اديوكيشن فمين كيف ما هي يلا بدنا نخلص نحن شو بدك تدير لهم بعد تبع المتريك الغرفه هي بنعطوهم بوكس وبنعطيهم سبلايز زي يعني يلا خلينا نشوف هذه مهمه يعني. يلا شو بدك تعطونا اليوم بوكس هي شغلات يلا لك ولا شيء حسين لك قدوات سو مثلا اوكي رح فرجيك هلا اذا فيه كتب هون اوكي سو ذس از سمول بس لحتى فرجيك مثلا فيه زي نوت بوك يعني دفاتر وقلام ومحايات وفولدرز وبلانر يعني زي اجندا اوكي جود بعدين لما الصبي هذول كلهم تعطوني اياهم ببلاش كمان يا بعدين بتشوف لهدول الصفوف الليليه بس حسين لانه الصفوف الليليه مش حيكونوا هون موجودين يا $20 بتمغط معكم هون يا سو بتشوفي مثلا اي ليفل بوكس وبتقوم هي بتنقي البوكس اللي هو اي تيتشر بتنقي كل بوكس عليه ليكو هيدا فيها بنسلز فيها هايلايتر فيها شاربنر فيها قلم وطبعا اذا بدهم اي شيء زياده they can always حسين يسالونا وبينعطى البوكس على حسب الليفل اللي هو موجود فيه. هذه شو قلت لي هو تبع الليل شو قصتهم؟ طلاب الليل اللي بيسجلوا ليلي عم بياخذوا هاي الشنطه قبل ما يروحوا. قبل ما يروحوا. لانه رح يبلشوا بالليل طبعا بدهم يكون البوكس عندهم. شو هو الكتب الجي اي دي بتعطوهم اياهم كمان؟ يا اذا بالليل يس اذا بالنهار لا. لجي في الورك بوك حسين هذا طبعا 2021 هذا تبع اجدد واحد. هودي اللي عم ياخذ الجي اي دي؟ هذا اجدد بوك وهذا الورك بوك يعني العملي وهذا يس. سوري اذا انا عم خربط لك اياهم. نوتس اوكي. واو هذا حقه مصاري بعد نايس وطبعا في كمان اللي عم يعمل جي اي دي معنا حسين في برنامج هو سوفت وير يعني برنامج بيسهل عليه للطالب يتعلم للجي اي دي اونلاين حلو سو بينعطى طبعا يوزر نيم وباسورد لما ببلش معنا ونفس الشيء اللي عم يتعلموا انجليزي بنعطيهم كمان نفس الشيء برنامج تعلموا عليه
إذا بنرجع على الكافتيريا حسين بس بدي أتعرف على مريم. بدي أعرفك على مريم. يلا هنتعرف على مريم. مريم غيث طبعاً دورها كتير مهم بالبروجرام. بدك أنت ترجم لي يا حسين النافيجيتور يعني هي طبعاً أوكي فينا أنا بالعربي رح لك شو هي حلقة الوصل بين البروجرام وبين الطلاب. So مريم I'm gonna take Mary بس منك دقيقة. مريم هي يعني فيك تقول من أهم الأشخاص طبعاً تبعون البروجرام. هي حلقة الوصل بين البروجرام والطلاب. أي شيء الطلاب مثلاً بيحتاجوه أكيد يعني. شو عم تاخذ أي صف؟ لسه أول صف. أول صف إنجليزي. يلا برافو. مريم بليز أنت اعملي الانترودكشن لأنت وشو اللي ممكن تعملي أو كيف ممكن تساعدي الطلاب اللي بيجوا عنا. مريم. Yes. My name is Mariam, and I'm the College and Career Navigator for our program. Okay. I help our students, kind of as Maha was said, bridge that gap, so that like going from going from GED, those that finish their GED and want to go into college, apply for college, nice. Look at programs that they're interested in and what college will suit them. Also, anyone looking for a job, I try to help with that as well. والله حتى عم ندور على شغل كمان. Yes. So بس طبعاً حس إذا بيحكي إنجليزي حسين إذا عنده الكفاءات يعني هي مثلاً إحنا بالنهاية مش شركة توظيف لكن إذا لنقول في عنا طالب مثلاً عم بياخد معانا شيء وفي شغل ممكن إنه ممكن مريم تساعد فيه وممكن تساعد فيه لكن I know مريم قالت عنا بس مريم actually teacher كان يدرس عنا GED. فالمعلومات اللي عندها اياها عن الطلاب وشو بيحتاجوا وشو اللي بيعملوا هي رهيبه يعني مش لانها موجوده بس من اذكى الناس اللي ممكن تعرف عليهم وشي كتير بتحب تساعد الطلاب فريلي اللي موجود انا سبيشال عم بيعمل جي اي دي بحاجه لاي شيء يشوف مريم تمام راح اعرفك على اخر بنات الاوفيس حسين اي ثينك وير جود انا راح اخواننا ما في عمر مطلوب منكم فوق اي عمر 18 فوق 18 وما فوق حيلا واحد عمره 18 سنة وما فوق 18 years older 18 وما فوق يعني إن شاء الله يكون عمرك 19 20 21 30 35 لخ إن شاء الله يكون عمرك 90 سنة فاهمين كيف؟ البرنامج ده لكم ما في ليميت 18 وما فوق أي ليميت كامل لأي عمر اخر شيء رح نفرجي اخر الاوفيس اند وير دان سو هيدا الاوفيس حسين طبعا احنا الاوفيس عندنا هون بهالمنطقه لكن في هون كمان بتلاقي كثير من الاوفيس اللي عندنا الادوت اند اوفيس مش سعاد طبعا اي شيء خاصه بالبوكس الكروم بوكس يعني اي شيء طبعا احنا كلنا بنساعد بعض وعندنا مس ان كزيرا كمان بتشوفهم بالاوفيس في ندى بس مش موجوده هون سو هيدا الاوفيس طبعا مسؤوله البروجرام يوانا جريسي هذا الاوفيس تبعها بس مش موجوده هون حسين ياس مش موجوده هون يا اي ثينك هاي نبذه مختصره على البروجرام قولي نحن رح تكونوا معنا لايف انتو نيكست ويك الخميس right. الاسئله بتكون يمكن اكثر ساعتها بنشرح بالتفصيل خلينا نحكي هلا انه الخميس رح تكوني معي انا مها انت رح تكوني معي مشان يس مزبوط مشان طيب مها يلا بنهي انا ومها من هون نقف حط بعض انا ومها نهار الخميس رح نكون عندنا حلقه نيكست ويك لنحكي عن هيدي البرامج نشرح البرامج بالتفصيل يمكن شوي هلا حكينا عنها شوي بسرعه حبينا نعطيكم فكره لحتى يعني اللي بده يجي يكون عنده صوره عامه عن وين جاي انا شو رح اشوف قدامي اول ما فوت في طاوله بس بعدين بروح من طاوله لطاوله فحبينا نعطيكم مثل جوله what to expect فاهمين كيف لما بتجوا لهون كثير مهم ما تستحوا العلم بالعكس العلم هيدا فخر العلم بيحسننا وبيطورنا وبيخلينا نصير احلى العمر منه سبب او اعاقي انه نحن بنقول والله هيدا عائق ما فيني انا بسبب انا هيدا عمري ان اتعلم ما في ليمت للعمر اطلب العلم من المهدي الى اللحدي فاهمين كيف فخلينا دائما نحاول نطور حالنا نستفيد من هيدي البرامج المتوفره لنا كنا نتمنى هيدي البرامج تكون موجوده لنا ببلادنا هون بهيدا البلد متوفره لنا هيك برامج لحتى نتعلم اللغه اذا رحنا عند دكتور نعرف نحكي مع الدكتور رحنا عند صيدلي نعرف نحكي مع صيدلي رحنا على مدارس اولادنا نعرف نحكي مع المعلمين تبع اولادنا نتعلم الجنسيه ناخذ الجنسيه كثير مهم بهالبلد يكون معنا جنسيه جي اي دي لحتى نلاقي شغل افضل هاي سكول كمبيوتر سكيلز كل هيدي البرامج متوفره لكم بطريقه مجانيه او شبه مجانيه نيكست ويك الخميس رح نحكي اكثر عن هيدي البرامج ما رح تكون ضيفتي نيكست ويك الخميس على الساعه 7 مساء تابعوا هيدي الحلقه رح حتى نحكي عن كل برنامج ببرنامجه شو الدوام تبعه شو بيعلموكم بالبرنامج كيف فيكم تتسجلوا كل هيدي المعلومات شو المستندات تابعونا مها من هي من عندك يلا I think thank you حسين هاي كل شيء لكن اللي عن جد حابب يسجل
بليز يتصل يعني بأسرع وقت 313-827-1900 بأسرع وقت لحتى يسجل لأنه الصف عم تعبى خصوصا الصف الليلية. so please اللي بده اللي is interested يتصل فينا. شكرا لك حسين، شكرا للجميع اللي حضرونا اليوم. شكرا لك مها، شكرا لكم جميع متابعينا ومشاهدينا، إلى أن نلقاكم في حلقات مقبلة. راح يكون عندي اليوم حلقة مباشرة من برنامج شو في ما في على الساعة 7 مساء بإذن الله. إلى أن نلقاكم بحلقات مقبلة من هذا البرنامج وبرامج أخرى. كان معكم حسين هشام من قناة شو الأخبار. إلى اللقاء.